بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الدروس لتعليم لغة جافا للمبتدئين. طيب، سوف نبدأ الدرس الأول بكتابة برنامج نسميه ماي سلام بروجرام. مهمة البرنامج هو طباعة كلمة السلام عليكم، فقط يعني لنأخذ يعني نعرف كيف يكتب البرنامج، ما معنى كلمة برنامج، كيف يشتغل البرنامج هذا، كيف نبرمج الأشياء هذه يعني بشكل سريع. طيب، راح نستخدم طبعا هذه كلها في لغة جافا، والدروس هذه راح تكون كلها في لغة جافا. فبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ البرنامج، نكتب public class، بعدين نسمي البرنامج هنا اسم البرنامج ماي سلام بروجرام، زين. بعد كذا نفتح قوس، وطبعا فيما بعد راح نعرف معنى الأشياء هذه، لكن الآن خذها زي ما هي. يعني نكتب public static void main، بعد كذا string args، ثم نسكر القوس اللي فتحناه هنا ونسكر القوس الآخر اللي فتحناه. الآن كتبنا زي ما نقول يعني كليشة أو شيء يعني في البداية، يعني ما نبغى نعرف، مو لازم يعني نعرف إيش معنى الشيء هذا، راح نحفظه كما هو، فيما بعد إن شاء الله نعرف في الدروس القادمة. لكن الآن تجي زبدة البرنامج، وهو نبغى البرنامج يطبع السلام عليكم. كيف نسوي الشيء هذا؟ نكتب system، كان نطلب يعني من خلال لغة جافا نطلب من operating system إنه يسوي لنا output أو عملية طب يعني مخرجات. نقول out system من operating system، out يعني يريد طب مخرجات، ومخرجات هذه راح تكون على شكل طباعة print، وراح نطبع ونطبع سطر جديد بعد نهاية طباعة الكلام اللي راح نطبعه، ف print line. وهنا الكلام اللي راح نطبعه راح يكون بين علامات التنصيص بين القوسين، فراح نطبع السلام عليكم، فنقول كذا السلام عليكم، زين. كذا كتبنا برنامج بسيط جدا بلغة الجافا، مماثل البرامج اللي اسمها هالو وورلد. برنامج يقوم بطباعة كلمة السلام عليكم. خطوة بعد ما نكتب البرنامج وننتهي من كتابته، الخطوة التالية هي حفظ البرنامج. فطبعا أنا أستخدم برنامج هنا لكتابة أستخدم إديتور اسمه تيكس رانجلر في الماكنتوش. ممكن تكون تستخدم نوت باد إذا كنت على الويندوز، أو أي إديتور تبغاه. نحفظ البرنامج. طبعا أنا وضعت عندي مجلد اسمه ليرن جافا في ماي دوكيومنتس، راح أحط فيه البرامج كلها. كل برنامج راح نحطه في فولدر خاص فيه، فأول شيء نسوي فولدر جديد أو مجلد جديد، راح نسمي المجلد هذا example one، زين. هذا سوينا example one. الآن نكتب اسم الملف اللي راح ينحفظ فيه البرنامج اللي كتبناه بلغة الجافا. لازم يكون اسم الملف مطابق لاسم الكلاس بالضبط، زين. ماي سلام بروجرام كابيتال كابيتال سمول سمول، نفس الكتابه اللي كتبناها بس نضيف كلمه دوت جافا، زين. نفس اسم الكلاس اذا تذكرون اسم الكلاس، طبعا ما استطيع الحين اوريكم اياه، لكن الان خلونا نحفظ البرنامج. تذكروا الاسم الملف ماي سلام بروجرام بدون مسافات، كابيتال حروف كابيتال هنا كتبناها، زين. دوت جافا لو تلاحظون هذا هو الاسم وهذا هو اسم الكلاس، زين. ممكن ترجع بالفيديو وتقارن بين الاسمين، هذا اسم الملف هنا وهذا اسم الكلاس. بغض النظر عن وش اسم الملف تختاره، تقدر تختار اي اسم تبغاه، في شروط طبعا راح نشوفها بعدين للتسمية، لكن المهم هنا انه يتطابق الاسم هذا مع اسم الملف هنا، وتضيف على الاسم دائما دوت جافا، بمعنى انه هذا ملف في برنامج بلغة جافا. البرنامج هذا راح يطبع لنا السلام عليكم. الان كتبنا برنامج، هذه الخطوة الاولى كتابة البرنامج. الخطوة الثانية حفظ البرنامج، حفظنا البرنامج في ملف. الخطوة الثالثة أن نسوي compile للبرنامج، وهذه عملية الcompile اللي راح نسويها هنا. طبعا أول شيء راح لازم نكون في المجلد اللي فيه أو الدايركتري اللي فيه البرنامج، هذا هو الدايركتري. طبعا في my documents learn java example تقدر تحطه في أي مكان تبغاه، بس لازم تحفظ المكان.
بعد الآن حنا في الدايركتري، لو نسوي ls بمعنى list، عطنا لستة في الملفات الموجودة في الدايركتري هذا، راح نشوف انه موجود ملف ماي سلام بروجرام دوت جافا، هذا هو الملف، او عفوا لا، احنا الحين في دايركتري ثاني، cd documents جافا. طيب ايه راح الحين معلش، هذا هو الدايركتري الفعلي. طيب الآن لو سوينا ls أو list راح نشوف برنامجنا موجود هنا my salam program dot java. زين، هذا هو الملف، هذا هو نفس الملف اللي حفظناه اللي فيه برنامجنا. طبعا الآن الخطوة اللي كتبت برنامج، الخطوة الثانية حفظ برنامج، الخطوة الثالثة هي عمل compilation أو ترجمة البرنامج من لغة جافا إلى لغة الآلة. كيف نعمل compilation؟ نقوم باستدعاء البرنامج التالي java c اللي هو java compiler، معنى أو الكومبايلر حق الجافا، المترجم حق الجافا اللي يترجم لنا من لغة الجافا اللي كتبناها احنا إلى لغة الآلة حق الجافا. زين، يعني لغة 0.1 حق الجافا نسميها البايت كود. فنكتب جافا سي، بعدين نكتب اسم البرنامج كما هو ماي سلام بروجرام دوت جافا. زين، بالطريقة هذه كأننا نطلب من الكومبايلر حق الجافا جافا سي بأنه يقوم بترجمة البرنامج ماي سلام بروجرام دوت جافا إلى لغة الآلة الخاصة بآلة جافا الافتراضية. زين، نقول انتر. طبعا لما ما نحصل على أي رسائل نكون سعيدين لأنه البرنامج ما في أي أخطاء. زين، الآن البرنامج جاهز للتنفيذ. إيش معنى جاهز للتنفيذ؟ خلينا نسوي ls هنا أو list، شوفوا وش الملفات الموجودة عندنا. لاحظوا إنه عندنا ملف جديد اسمه ماي سلام بروجرام دوت كلاس، هذا هو الملف اللي فيه الباينري كود، البايت كود او الباينري كود الخاص بآلة جافا الافتراضية، الخاص بجافا. آلة جافا راح تنفذنا البرنامج هذا، هذا هو البرنامج اللي كتبناه احنا بلغة الجافا العادية اللي احنا متعودين عليها. هذا البرنامج الخاص البايت كود اللي راح تنفذه جافا، هو عبارة عن 0 و1. طيب كيف ننفذ البرنامج؟ في اختلاف بسيط عن عملية الكومبايليشن، هذه الخطوة الرابعة والأخيرة طبعا تنفيذ البرنامج. نكتب جافا بدون سي، هنا احنا نطلب من آلة جافا او من انها تنفذ لنا البرنامج، آلة جافا الافتراضية جافا فيرتشوال ماشين، نطلب من الجي في ام او الجافا فيرتشوال ماشين تنفذ لنا البرنامج. نقوم نكتب الشيء التالي جافا بعدين ماي سلام بروجرام. لاحظ شيء مهم جدا هنا، ان ما نكتب اي شيء بعده. زين، ما نكتب دوت كلاس ولا نكتب دوت جافا. في الجافا سي كتبنا ماي سلام بروجرام دوت جافا، هنا نكتب جافا بعدين ماي سلام بروجرام بدون اي شيء. زين، مع العلم انه ملف السورس كود اللي فيه برنامج اللي كتبناه في نهايته جافا، وبعد ما سوينا الكومبايل كان الملف الاخر في نهايته دوت كلاس. ما يهم، هنا قوانين الجافا انه ما تكتب اي شيء، ولازم يكون الاسم متطابق، طبعا في تطابق بين الاسماء. الان نضغط انتر، نفذ البرنامج، طبعا السلام عليكم، هذا هو المطلوب، مطلوب من البرنامج انه يطبع السلام عليكم، تحقق لنا الشيء هذا. اذا مرة اخرى الخطوات، الخطوة الاولى كتابة البرنامج، زين كتبنا، الخطوة الثانية حفظ البرنامج، حفظنا البرنامج في اي مكان نبغاه، طبعا لازم تعرف المكان اللي تحفظ فيه البرنامج، فحفظناه. دائما اسم البرنامج لما نحفظه يكون مطابق لاسم الكلاس هنا. زين، دائما الجزء هذا او دائما الجزء هذا يكون الجزء هذا الآن يعني حاليا نحفظه كما هو، فيما بعد راح نفهم معناه، لكن حاليا نحفظه كما هو الجزء هذا والجزء هذا. زين، ويهمنا هو ما بين القوسين هنا، هذه المنطقة اللي راح نكتب فيها برامجنا بعض الدروس القادمة إلى أن نفهم معنى الكلام الموجود في الآلة. طيب الخطوة الثانية حفظنا البرنامج، الخطوة الثالثة رحنا للتيرمينال اللي نسميها التيرمينال هذه، أو سميها بالويندوز كوماند برومبت أو سطر الأوامر، أو يسمى يعني بعض الناس الدوس، وكتبنا جافا سي. رحنا المكان أول شيء اللي فيه الملف، هنا رحنا المكان اللي فيه الملف وهو هذا المكان، كتبنا جافا سي لعمل الكومبايليشن اللي هو الجافا كومبايلر للبرنامج. بعد كذا لما سوينا الكومبايليشن طلعنا الملف دوت كلاس وهو هذا اللي فيه لغة الآلة، بعد كذا نقوم بتنفيذ البرنامج. زين، قلنا جافا ماي سلام بروجرام، لما نفذنا برنامج قال السلام
طبعا سلام عليكم. طيب في الدرس القادم إن شاء الله راح يكون في درس سريع حول معلومات كيف تثبت لغة جافا. إذا كان عندك مشاكل في جافا سي هنا أو في جافا، راح يكون معلومات سريعة حول مع وين تلقى جافا سي، وين تلقى جافا، من وين تحصلهم في النت، وكيف تركبهم على الجهاز. طيب شكرا.